كثير من الكلام يقال جهات عليا جهات عليا جهات عليا. شوف الدولة أكبر من هذا الأمر، الدولة في المغرب أكبر اليوم من أن تتدخل. كان هذاك الشيء لما كانش مرشح الدولة. شوف عندنا اليقين، جلالة الملك جوج مرات في افتتاح ديال القبة البرلمان يؤكد بأن الحزب دياله هو الشعب المغربي، هو المغرب، هو حزب المغرب وحزب الشعب. واليوم الإطار العام السياسي المرسوم في البلاد، لا أعتقد بأنه كاين شي حزب عنده شي 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 خوارق. باش راك تكلمت على التوافقات مع الدولة الداخلية ومؤسسات توافقات فيما يتعلق بمصلحة بلادنا، فيما يتعلق في احترام القانون، ولكن الإطار السياسي لا. واش كاين شي واحد دابا غير يجيب لنا شي نموذج تنموي جديد من غير هذا اللي مطروح؟ واش كاين شي واحد غير يهضرنا عنده شي خرافة حول القضية الترابية من غير هادشي اللي دايره بلادنا ولي بقيادة جلالة الملك حول الوحدة الترابية؟ واش كاين شي واحد عنده شي استراتيجية دبلوماسية من غير هادي اللي قيادة جلالة الملك؟ ما كاين حتى واحد. إذا الإطار العام مرسوم، فلاش الدولة تحشر نفسها نفالة وهذا المرشح ديالي. كلنا مرشحون ديال المغرب لمصلحة المغرب وللتوافق مع الدولة التي نريدها دولة قوية كما رفعنا ذلك، ودولة عادلة، لأنه محتاجة لأحزاب قوية وعادلة. وهذه الخرافة ديال جهات عليا ما جهات عليا ما هذا ما هذا، هذا أعتقد أنه خصنا ننتهي منه باش كنزو أحزابنا ونضمنوا استقلالية، وباش كذلك كنبقاو محتار من الدولة والحرمة ديال الدولة المغربية.